الشط له قيمه اقتصاديه، وبالتالي العمار عليه عم يضرب الاقتصاد، عم يضرب الايكولوجيا، عم يضرب التاريخ، وعم يضرب عفوا حقوق الناس. وكل ما هيك نحن التعديات مش بس على الشاطئ هون، ايضا في من لبنان، يعني مش من لبنان. مظبوط مظبوط، كمان عم تتركوا هالشيء. صحيح صحيح، نحن طلعنا بيان على موضوع الاسميه ورايحين، بس خلينا نميز بين شغلتين. نحن هلا شيء جديد، يعني نحن كنا لما نروح نحارب الادنباي ببيروت يقولوا ليه الادنباي، نحن عم نجرب نوقف تجديد ونحافظ على اللي بيه. اكيد هنيك نحن متابعين ونحن مقدمين قانون للمجلس النيابي، بس وعم نجرب نحل الموضوع تبعهم. بس انا اي اولويه لإلي؟ حدا هلا عم يطلع وينزعل الشط، او حدا صار له 50 سنه؟ اكيد اللي عم يطلع لما يكون في شيء جديد وين ما كان على الشاطئ حتلاقينا موجودين. بس طبعا نحن بنطلب من اهالينا وين ما كان على الشط يحكونا، ونحن بنكون ايد بايد لنوقفه، لانه بالنهايه هيدي الجامعه كلها لو ما اهالي المنطقه نحن ما كنا موجودين. هن دعونا، هن طلبوا الدعم، ونحن موجودين لانه هذا شطنا ولانه اهالينا.